هذا اللي نشوفه الفكس الامريكي. طبعا في بديل احسن منه، الا وهو الزيتون الصفصافي، وهو نبات محلي، وفيها الفكس البلدي اللي موجود بالطائف. عيب هذه الشجرة، حلوة جذعها ابيض مثل ما احنا شايفين، ممتازة، كبيرة ايضا ضخمة، شوف قاعدة تتكاثر هنا، بعض البذور تتساقط، ولكن فيها عيب انها كثيرة تساقط الاوراق، يعني موسم فقط او موسمين تصير خضراء، لكن بقية المواسم متساقطة اوراق وشكلها مو هو بذيك الدرجة. شوف كمية اوراق هنا، هذا الفكس الامريكي، السمن الامريكي، يتحمل قوي بس عيبه التساقط وعيبه يصير اخضر مرة واحدة. لكن في بديل مثل ما قلت لكم، الفكس البلدي الموجود بالطائف، عيبه بطيء النمو. الزيتون الصفصافي نبات محلي بري موجود في جبال طويق، موجود ايضا في الجنوب، عيبه ايضا بطيء النمو لكنه اخضر بزيادة، افضل من هذا النوع. اصلها من استراليا، ياكلها حيوان الكوالا، تغذى عليها. هي فيها انواع حوالي، يمكن ناس قالوا 80 نوع، ناس قالوا 18 نوع في استراليا. اللي جلب الى الدول العربية حوالي 3 انواع فقط. طبعا هذه انواع، هذا نوع منها نحيف طويل كذا، حالته حاله، ايضا اوراقه تجيك متمايله، ما في منظر، بس انه يتحمل قوي جدا، ما في منظر. فيها انواع اخرى عندنا جذعها بني وعريضه، اوراقها احسن من كذا. للاسف ما جابوها، جابوا هذا النوع الطويل مره، شوف شكله حتى ما في لا ظل ولا فيه، لكن المفروض جابوا انواع اخرى موجوده عندنا في السعوديه. تعال شوف ميزه الكينه، شجر نظيف، وايضا باستراليا ياخذون منه علاج لانسداد الانف. والدكتور سعود البلوي الاخ العزيز علينا وضع اسر منتجه، ياخذوه من اوراقه ووضعوه مبيد حشري ويبيعونه. يا اخي جزاك الله يا سعود البلوي الف شكر على هذا الرجل اللي يعمل المستحيل من اجل شبابنا، والحمد لله في اسر ايضا في منطقه الشمال عايشه بعد الله سبحانه وتعالى على افكار الدكتور سعود البلوي. شكرا يا سعود البلوي في جمعيه اليسر والنباتات الصحراويه، وايضا في روابط كثيره هذا الدكتور من اجل عمل الخير. شجرة الكافور الكينة فيها فوائد كثيرة، تتحمل، وجذعها أملس أبيض، يعني تقدر ترقى من أحسن ما يكون، بس أنا ماني مسؤول منك طحت. الله.